يا بنتي يا بنتي، ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ ده ماسك يا بابا. ماسك ايه ماسك ده؟ ده ماسك. انت عارف اصلا ده بكام؟ بكام ان شاء الله يكون بكام يعني؟ ب5000 جنيه. بكام؟ ب5000 جنيه. 5000؟ ليه 5000 جنيه؟ بيعمل ايه ب5000 جنيه ده؟ انت عارف اصلا يخليني شبه مين؟ شبه مين؟ اجمل كمان من نانسي عجرم. اجمل من نانسي عجرم؟ اه. ليه؟ اشمعنى اجمل من نانسي عجرم يعني؟ كده يعني هو ده اللي هيخليكي اجمل من نانسي عجرم؟ اه. طب هاتي كده وريني. الله، بص بقى بقيت شكلي عامل ازاي. انا شبه سوبر مان. ايه ده يا بابا؟ ايه اللي في وشك ده؟ مش عارف ايه اللي في وشي، عمال يعمل كده من بدري. ايه ده؟ اخطبوط؟ اخطبوط جوه وشي؟ يما انا خايفه. ثواني، طب تعالي شيليه شديه. اهو اهو ده مالك يا جوري؟ ايه مالك؟ قولي لي طيب مالك، بتعيطي ليه؟ ايه هو سر يعني؟ مش عايزه ليه؟ بقول لك ايه جوري، نفسك تتخرجي من الجامعة وتبقي دكتورة؟ أقول لك على السر؟ أعملي كده. آه. شفتي؟ آه. إيه ده؟ الله، أنا باين. باركي لها، باركي لأختك، باركي لأختك. خلاص، عقبالك ما تبقي دكتورة أنت كمان. نفسك تطلعي إيه؟ بص يا بابا، بقت إيه؟ بقت إيه ده؟ افتحي بقك تاني كده؟ افتحي بقك جامد. منك لله سقطتيها. كانت هنشوف الفرطه ده بيعمل ايه. اول واحده صح، تاني واحده صح. ايه ده؟ مين اللي بيعمل حاجات يا بنتي؟ بطلت تعملي كده. انت. انا ما عملتش حاجه. طيب لا والله انت ما عملتش حاجه. والله انت اللي عملت. كذبتي ايه انت بس؟ بابا قال لي يا بابا عين كارما احلى من عيني. عين كارما احلى من عينك؟ اه. لا بصراحه عينك انت اجمل من عين كارما بكتير. ده عيني احلى. والله عيني احلى. بص بقى يا بابا، دي اخر تفاحيه في الثلاجه، وانا وكل ما عايزينها. خد بقى اقسمها لنا بالعدل. اقسمها لكم بالعدل؟ اه. طب انا اقسمها بالنص عشان ما حدش فيكم يزعل. ماشي. صح. انت كرتها؟ شفت يا بابا؟ شفت؟ قلت لك بلاش نروح نعمل عمليه تجميل في لبنان. شفت عملوا دقني ازاي؟ عملوا لك دقن؟ انت زعلانه عشان عملوا لك دقن؟ اه. امال انا بقى اللي قلت لهم اعملوا لي شعر عملوا لي دقن فوق الدقن برضه. مش عارف هما ايه ده. ايه؟ يمكن احنا عشان ما نفهمش لبناني فما فهمناهمش. اه صح. طب خلاص، احنا نروح نتعلم لبناني وبعد كده نسافر لبنان. ماشي، انا اكلم لك لبناني. هلا من روي شاطر، يبقى قولي لهم بقى. بابا حبيبي. نعم يا جوجو. ممكن يا بابا تلعب معايا شويه بالكره صغنطتين كده؟ لا مش قادر والله العب كره كده والنبي عشان خاطري. ماشي، شويه صغيرين بس عشان خاطرك انت. بص يا بابا، انا هحدف لك الكوره وانت احدفها. انتوا بتعملوا ايه؟ ايه؟ لا مش بنعمل حاجه. اه، انت ماسك الكوره ليه؟ استني كده اشوفها قرعه ولا حمرا. دي بطيخه. تضحك على ايه؟ ماما قالت حدش لعب في كوره بيت. ليه؟ انت مالك اصلا؟ خلاص، حد مش هيلعب كرة تاني. خلاص خلاص، ما تقولهاش ما تقولهاش. مش هنلعب يا جوري. خلاص ما تقولهاش، احنا خلاص هنسيب الكرة ومش هنلعب تاني. ماشي خلاص يا كوكي، اوعى تقولها. يلا يا بابا امسك. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه تاني؟ احنا قلنا ايه؟ بابا احنا نازلين نلعب مع اصحابنا. نازلين؟ لا مفيش نزول. احنا قلنا ماما، وماما قالت ماشي. انا هسألكوا سؤال واحد بس، كلمة ماما اللي بتمشي ولا كلمتي؟ كلمة ماما. طيب مفيش نزول. طب والله اللي هنروح نقول ماما. محمد. نعم. انا قلت للعيال ينزلوا. يبقى ينزلوا خلاص، خلاص ينزلوا. وكلمة مين اللي بتمشي؟ اه كلمتك طبعا، كلمتك. كل عيش. حاضر هاكل عيش، هروح اجيب من الفرن واجي اكل عيش دلوقتي. ها هننزل ولا مش هننزل؟ اه انزلوا. خلاص انزلوا انزلوا. ما كان من الاول. عايز حاجة؟ بابا العب في دورنا. ايه ده؟ ايه الامر ده يا جوجو؟ مش معنى جولي. هي جولي بس. لا وانتي كمان. بس قولي
بجد يا بابا، طعمي انا ولا طعمي كارما؟ بصراحة جوري. ماشي كده. في الايس كريم بتاعي. ايه في ايه؟ بابا ما شفتش الايس كريم بتاعي انت وكارما؟ انت كنت حطاها هنا في التلاجة ومش لاقيه. لا ما شفتش ايس كريم. انت خدت الايس كريم؟ لا لا، ولا انا خدت الايس كريم، ما انا عارفش فين. حرام عليكم حرام عليكم، كل ما احط حاجه في التلاجة تشيلوها. بابا انا عايزه اجيب حاجه. عايزه ايه؟ عايزه 5 جنيه عشان اجيب حاجه. عايزه 5 جنيه تجيبي بيها ايه؟ طيب هجيب اندومي. ايه اندومي؟ لا اندومي لا، هديكي تجيبي اي حاجه الا الاندومي. ليه بابا ده جميل. لا اندومي لا. خلاص مش هجيب اندومي، هتجيب اي حاجه تاني. هتجيبي ايه طيب؟ هجيب كيكه. خلاص هتجيبي كيكه هديكي، لكن اندومي لا مش هديكي. ماشي. خدي الخمسة جنيه اهي. شكرا يا حبيبي، هجيب اندومي. انتي يا بنت. بابا بابا. ايه كوك؟ الحقني يا بابا. في ايه؟ بص بابا شو ماسك الحقنة، عايزة تديني حقنة. تديكي حقنة ليه وانت عيانة؟ لا. طيب ما تديكي حقنة ليه؟ معرفش. ايه جوري في ايه؟ عايزة تديها حقنة ليه؟ لا يا بابا مفيش حاجة والله، ده احنا بنلعب، حقنة لعبة. بتلعبوا؟ طيب بتلعب يا كوكي بتلعب، انت خايفة من ايه؟ دي لعبة. يلا. انت بتعملي ايه؟ بابي. ايوه بتتفرجي على ايه يعني؟ كل يوم فلوس. عايزه فلوس ليه النهارده؟ عايزه اجيب شنطه. داري انا عايزه 500,000 جنيه. عايزه كام؟ يخرب بيت داري. بابا. نعم في ايه؟ لو سمحت يا بابا عايزين نطلع مصيف. عايزين تطلعوا مصيف؟ عايزين تروحوا فين طيب؟ الغردقة. شرم الشيخ. لا الغردقة. لا شرم الشيخ. لا غردقة. ماشي الشيخ. بس بس بس، ولا شرم الشيخ ولا الغردقة. تعرفين هوديكوا فين؟ هوديكوا راس البر. ايه ده؟ ايه راس البر دي؟ ايوه راس البر ده، راس البر دي تحفة، انتوا تعرفوا حاجة اصلا؟ خلاص ودينا اي حتة وخلاص. طب اقول لكم على حاجة، مش هوديكوا في حتة، يلا امشوا. مش بيسمع الكلام؟ اه. يبقى هنديله حقنة. صح انت شاطر. فش. يا كتكوت يا معفن. ايوه معفن. فش فش. كوكي. نعم يا بابا. تعرفي يا كوكي تديني الحقنة دي عشان تعبان؟ اه. بس بالراحة عشان ما تكونش ايديك بتوجع. ماشي. ماشي يا حبيبتي، بس يعني ايه، خليكي واحدة واحدة كده وبر. انت كده تديني الحقنة؟ اه. شكرا. ايه ده بابا، ايه اللي عمل في وشك كده؟ عمل في وشي ايه؟ كده. ايه ده، هي باينه؟ باينه. ايوه ايوه. انا كنت نايم وصحيت من النوم لقيت عينيا كده. صحيت من النوم ايه؟ مش انت وماما كنتوا بتتخانقوا الصبح بدري؟ انت سمعتينا؟ سمعت كل حاجه كمان. طب ما تقوليش حاجه. ماشي يلا يا جوري، يلا عشان تاخدي الحقنه. لا يا بابا دي بتوجع. لا ما بتوجعش. لا بتوجع يا بنتي، ما بتوجعش. انا ما بعرفش، انا بدي حقن غير ما بتوجع. يلا يا جوري بسرعه عشان انا هديك الحقنه يا ماما. بابا والنبي قول لنا النكته، خلينا نضحك كده. عايزين نكته تضحككم؟ طيب مره قنبله وقعت على قهوه عملت بن. ايوه عميله. ايه ده يا بابا، ده الشعر تحفة. شكرا يا بابا شكرا يا بابا. عجبكوا؟ انتوا عارفين انا عامل لكم الشعر ده بكام؟ بكام؟ كل واحدة ب20,000 جنيه. شفتوا بقى عشان تعرفوا انا بحبكم قد ايه؟ ماي لاف. ماي لاف؟ ايه ده؟ هو شعرك بيطلع معاكي ليه؟ ده جاي على وشي، جاي على وشي. بصي بقى يا بابا، كارما بتقولي ايه؟ بتقولي ايه كارما؟ اسألها. اقول لها بتقولي ايه يا كوكي الجوري؟ بقول لها يا خينا. بتقول لها ايه؟ يا خينا. حرام ما تقولهاش يا تخينه يا كوكو، بعدين هي انتوا الاثنين
اخرانيه. احنا الاثنين اخرانين؟ اه. تخان يعني؟ اه. والله ما في اخرر منك. هعمل معاكوا تحدي، جاهزين؟ جاهزين. كل ما اعمل حاجه تعملوها زيي، ماشي؟ ماشي. بصوا انا هجيب ازازه الميه اهي، تمام؟ ميه اهي، واشرب شويه ميه ببقي. ماشي. ايه ده، ايه اللي حصل في عينك ده؟ دي لعبة يا بابا، لعبة. لعبة ايه دي اللي عملت في عينك كده؟ بص إيه؟ ارجعي مكانك. ايه ده، استغفر الله العظيم، ايه ده ما رجعتش ليه؟ ما رجعتش ليه؟ يعني ايه ما رجعتش؟ طب انت قصدك كده يعني؟ لا يا نهار اسود، جبت فين انا؟ طب ارجعي مكانك، ارجعي مكانك. اه واحدة بس، واحدة بس، شيلي التانية، شيليها شيليها شيليها. هنشوف كل واحد يطلع له شخصية ايه من الكرتون. يلا جولي، أول واحدة افتحي بقك. ايه ده؟ سحلية. سحلية بتاعت رابونزل. بجد؟ والله ما شفتهاش قبل كده. يلا مين اللي عليه الدور؟ يلا يا كوكي انت عليكي الدور، لما تفتحي بقك هيجي لك شخصيتك. افتحي وريني. ايه ده، ده اللي مع موانا. اللي مع موانا. لا انت عارفه انت كنت ايه؟ البتاع اللي بيطير ده اسمه ايه؟ صقر ولا نسر؟ صقر. وتحول فار. انت فار. انت فار. ايه فارة؟ انا شوف انا عليا الدور. الدور على بابا. يلا يا بابا افتح بقك. لا افتح، افتح زيت. ها نيمو. انا نيمو. انت سمكه. انا سمكه. انت سمكه. بس مش سمكه. انت النهارده بقى عارفين اوديكوا فين؟ ايه ده، ايه ده؟ الحق يا بابا على وشك فراشه. فراشه. انا عارفه ده عنكبوت. ده ايه؟ عنكبوت. عنكبوت. اه. طب ايه اللي جاب العنكبوت على وش انا؟ ده اسمه كعكبوت. كعكبوت. عندي كعكبوت. نسيتوني. طب سيبوني انا والكعكبوت وطلعوا بره. سيبوني انا والكعكبوت وطلعوا بره. ايه الكعكبوت؟ ايه رايكم في القطط اللي جبتها لكم؟ حلوه قوي. جميل. جميله. سميتيها ايه يا جوري؟ انا سميتها كارما. كارما؟ اه. وانت سميتيها ايه يا كوكي؟ جوري طبعا. سميتيها جوري؟ اه. يعني كارما وجوري؟ طب الحمد لله انا ما جبتش كلاب. انا الملك. اه بابا الملك وانا الاميره. ده انت جوري. لا يا بنت كنا من مصر كده كده كده. لا دي جوري. يا بنت بنمثل. قولي اه. وانت اميره انت كمان. وانت اميره. كارما اميره كمان. دي جوري. يا بنت بنمثل. انت اميره صح؟ اه. لا دي جوري. ايوه الفيديو بوز. حد يعرف ايه الشكل ده؟ ايه دبدوب؟ غلط. لا مش دبدوب انا عارف. امال ايه؟ ده عارفه النعمه؟ اه. انتي نعامة صح؟ غلط. ده مش نعامة دي؟ اه. اه عرفت عرفت. بس مش هقول. هانتوا تقولوا في الكومنتات، دوسوا لايك واكتبوا في الكومنتات ده وش ايه. اه. واللي هيعرف هنعمل له قلب على اللايك بتاعه. بابا انا عايزة 50 جنيه. استنى يا بنتي هيتعصب. بس بس. بابا عايزة 50 جنيه. ماليش دعوة. هيتعصب. معنديش دعوة، هي خليه يتعصب. اتعصب عليكوا؟ انا هوريكوا اعمل فيكوا ايه. ادا يا بابا المضله الحلوه دي ايه رايك، عجبتك؟ اه. ده انا بصي جايبها لك. ده انا بقى هقول لك على المفاجاه بقى. ده بصي فيها ايه؟ ده فيها صورتنا انا وانت وجوري. دي المفاجاه. اوعي تقعي، هتقعي يا ماما. النضاره دي عارفه بكام بقى؟ ب 10000 جنيه. اه انت ب 10000 جنيه وانا ب 10000 جنيه. بس نسينا حاجه. ايه؟ نسينا نجيب لجوري واحده. يا نهاري. اوعى تقولي لها بقى، اوعى تقولي لها. هتزعل مننا. جوري. لا ما تقولهاش. بابا انا فرحانه قوي. ليه فرحانه ليه؟ عشان هتوديني شط الشيخ. شط الشيخ؟ ما اسمعهاش. إيه شط الشيخ؟ اسمها كفر الشيخ. كفر الشيخ ايه؟ هتصيفي في كفر الشيخ؟ ايوه يا بنت. ولا شط الشيخ ولا كفر الشيخ. امال اسمها ايه؟ اسمها شرم الشيخ. شرم. شط الشيخ. اسمها شط الشيخ. صدقوا بالله انتوا الاثنين المفروض ما تصيفوش اصلا. احنا نملى اصلا يعني جرد الميه ونعكوا فيه. ازاي؟ اقول لكم اغنيه؟ اه. عبد الرحمن بيحب حنان وحنان مخطوبه. اه. اديته الطوبه. راح المستشفى. ايوه. ودماغه ناشفه. ايوه. راح المطار. اه. الشرطي طار. ايه؟ تقول لك الشرطي طار؟ انت هتطير زي الشرط؟ هو
بص عملت تجميل وبقيت اموره. عملت عمليه تجميل وبقيت اموره؟ اه دي بقت جميله قوي. بقت جميله ايه؟ اقعدي ساكته دي ناقصها مقشه وتقعد على العصايه وتطير زي الساحره الشريره. بصي بقت عامله ازاي؟ احسن.